ولنعمل ولنمكن العمال أيضا من حقوقهم، لأن هناك الإطار المتعلق بالشغل لا يحقق الكرامة المطلوبة، ولكن لنعمل لنحقق الثروة، ويمكن أن نحقق الكثير من أحلامنا، يمكن أن نحقق الكثير من مطالبنا بسواعدنا وبعقولنا وبحلول نستنبطها بأنفسنا دون أن نرتهن بلادنا ولا شعبنا لأي طرف كان. العمل ثم العمل ثم العمل، والإيمان بأننا ننتمي بهذا الوطن، والإيمان بأننا مؤتمنون على كل ذرة في هذا الوطن، لدينا كل الإمكانيات، ويجب أن نخرج من حالة الإحباط ومن حالة اليأس ومن هذه الدعوات التي تأتي من أبواق مسعورة مأجورة لإحباط المواطنين، حتى يستكينوا. ثم الحلول لا يمكن أن تكون إلا حلولا جماعية وليست حلولا فردية أو حلولا جهوية أو قطاعية. ومن المؤسف حقا أنه تم الانحراف بمطالب الشعب التونسي منذ جانبي 2011. الشعب يطالب بإسقاط النظام، الشعب يطالب بنظام جديد، ولكن لإدارة الأزمة في تلك الفترة حولوا المطلب الشعبي الجماعي إلى مطالب قطاعية أو إلى مطالب جهوية. اليوم هذا المجلس الثاني الذي سيتم انتخاب أعضائه، هذا المجلس سيؤدي إلى تحقيق الاندماج بين كل الأطراف وبين كل القطاعات، لأن أهم هدف تسعى إلى تحقيقه أو أي دولة هو الاندماج بين كل مكوناتها.